سمعت حبايبي انا قلت ايه؟ تمام، انا مش عايز اعيد كلامي تاني والله. اي اتنين هيقلوا ادبهم على بعض في الشات، الاتنين صفر في اعمال السنه. الاتنين ايه؟ صفر في اعمال السنه. اللي حصل امبارح ما حصلش تاني. ماشي يا حبايبي، لان انا مش هسيب المهم واقعد ادور في سفاسف الامور والكلام الفاضي. يعني انا قلت لكم، بعت لكم قبل كده مقطع على الواتساب، قلت لكم اهتم بذكاء. قبل كده برضو كان حد بيتكلم في الشات وقال لي يا مستر في ناس مش عارف بتشتم بعض او بتاع او بتكتب كلام فاضي او بتبعت رسائل كتير حتى بدون شتيمه، رسائل كتير. قلت انا بعت، قلت لكم يا اولاد اهتم بذكاء. في ناس فاضيه، في ناس قلبها فاضي وعقلها فاضي. فاللي قلبه فاضي وعقله فاضي ده مش هينتج اي حاجه، هو هيعطل الناس اللي عايزه تنجح. انما هو ما هوش ناجح، ولا اللي هو بتاع نجاح ولا بتاع انتاج. فاحنا ما نديلوش الفرصه. تمام يا حبايبي؟ احنا قلنا امبارح يا ولاد ان الرومبس بنقدر نحسب الاريا بتاعته. مين يفكرني بالفورمولا كده اللي قلناها؟ حمزه جود، قول يا حمزه. قول يا حمزه. قول يا حبيبي. Find the area of each figure. Area of rhombus 8 by 6 equal 48 centimeters square. هو ال 8 ده ايه وال 6 ده ايه؟ diagonals. فتبقى هو انت شايف ان ال 8 diagonal كامل؟ استنى بس، انت شايف ان ال 8 diagonal كامل؟ لا ده نص بالهاف. ايوه تمام. يبقى ال 8 دي في 8 قصادها لسه الناحية الجهة الأخرى 16. وال 6 دي في 6 قصادها الجهه دي. يبقى انت عندك الدي 1 والدي 2 كام؟ ب 12. يبقى الدي 1 ايكوال 12 والثاني 16. الاريا ايكوال ايه يا بابا؟ هاف باي دي 1 باي دي 2. تمام. يبقى انا دلوقتي هقول له الفيجر نمبر ايه؟ دي 1 ايكوال 12. D2 equals 16. D2 تعلموا ازاي تنظموا المعلومات. تمام؟ تمام. الاريا ايكوال ايه؟ اكتب الفورمولا بقى. الاريا ايكوال ايه؟ الاريا ايكوال هاف باي D1 باي D2. يلا نعمل سبستيتيوشن كده. هاف باي 12 باي 16. 2 divided 2 equal 1, 12 divided 2 equal 6, 6 by 6 equal 36, 6 and the carry of 3, 6 by 1 equal 6, plus 1 equal 9. تمام؟ 6 by 6 equal 36 يا ولاد، هنكتب 6 وكاري up 3، 6 by 1 equal 6، وكان في 3 عامل لها كاري يبقى ايه؟ يبقى 9، يبقى 96 سكوير سنتيمتر. ماشي يا حمزه، برافو عليك. يبقى ركز يا حمزه وما تندفعش. يعني انت رغم ان انت فاهم الدرس اكتر كنت فتحت بتغلط عن طريق ان انت تحسب بال 8 وال 6، صح ولا لا؟ تمام؟ يبقى يا اولاد، واحنا انا بكلم حمزه وبكلم الكل، كلنا نتروى كده ونهدى واحنا بنجاوب وما نندفعش. السرعه تخليك تغلط وانت فاهم وتخسر درجات كتير وانت فاهم. قول يا عمر خالد احسب نمبر بيه. دي 4.6 ودي 7.2. خد بالك برضو، خد بالك من الاسهم المرسومه، هو عامل لك سهم كده لحد هنا بس. يعني معنى كده ان في الجهه الاخرى زيه بالظبط، صح؟ وهنا 4.6. تمام؟ اول خط 9.2. تمام.
تمام، هنعمل اديشن يا اولاد لل للدجنز، هيبقى هنقول له كده يبقى 7 و7 14 و.2.2 يبقى 0.4 يبقى 14.4. او ان انت تعمل له كده وطبعا معاك الكالكوليتر، هتقول له دي 1 طبعا دي نمبر بي، هتقول له دي 1 هو 7.2 ملتبلايد باي 2 تمام، دي 2 دي 2 كام 4.6 4.6 ملتبلايد باي 2 تمام. يبقى انا دلوقتي هقول له الاريا، ممكن اجاوب هنا بس احنا هنزنق نفسنا ليه؟ اه ما ربنا مصحى علينا. اريا ايكوال هاف باي دي 1 باي دي 2 هاف باي دي 1 اللي هي 14.2 ملتبلايد باي 9.2 تمام يا حبايبي. نعمل الكلام ده نعمل الكلام ده بالكالكوليتر ثانيه واحده. اذا كانت 4.8 هاف اللي هو 0.5 لا 4.6 0.5 ملتبلايد باي 14.2 ولا 14.4 14.4 و 9.6 صح؟4.2 ايوه 4.4 يا اولاد 4.4 2 4 وانت هتعمل ملتيبيكيشن هيبقى 2 باي 2 ايكوال 4 2 باي 7 14 تمام. نصلح في الكالكوليتر 14.4 اي زمان جت كده تمام ايكوال كام 69.12 سكوير سنتيمتر. احمد شفيق ازيك؟ الحمد لله. اعمل ايه يا حبيبي؟ ثانيه واحده هجيب لك المثال ده بس لوحده كده نحطه جنب الاجابه بتاعتك نمبر سي. تعالى بابا كده نشتغل انا احسب كده دي 1 ودي 2 يا احمد تمام. يبقى نمبر سي. نمبر سي دي 1 بكام؟ دي 1 ب دي 1 هعتبر دي 1 اللي هو ده، بص هعتبر ده دي 1 يبقى كام؟ 14. برافو عليك. ليه يا اولاد؟ هو اداني الجزء ده بس ب 7 يعني لحد هنا لحد هنا ب 7 يبقى اللي قصادها 7 فممكن اقول 7 بلس 7 او اقول 7 باي 2 14 سنتيمتر. طب دي 2 كام يا حبيبي؟ دي 2 ب 12 دي 2 يا اولاد اللي هو الدياجونال اللي هو بالعرض ده بكام؟ هيبقى قد 12 قد دي قد المنطقه دي يبقى دي 2 ايكوال 12 ده جيفن تمام. نحسب الايريا يا الاريا نعمل هاف باي دي 1 باي دي 2 هتكون 6 باي 14 6 باي 14 ايكوال كام؟ ملتبلايد باي 12 باي 14 او 14 باي 12. انا قلت لكم الملتبليكيشن كوميوتيف يعني ينفع نبدل صح ولا لا؟ ايوه. ديفايد 2 ايكوال 1 ديفايد 2 ايكوال 7 ايكوال 84 تمام. تمام يا حبيبي؟ تمام. من شكرا.
عمر نادي. قول يا عمر. نعم يا مستر. عامل ايه يا عسل؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبي. استنى ثانية واحدة كده. ثانية واحدة. عايزين نحط الشكل ده هنا. عشان انتوا بتذاكروا يبقى معاكم مصدر متنظم يا حنين. طيب. تعالوا كده اجيب لكم نمبر بي. تعال عمر نجرب الجدول تيبل اللي عندنا. طيب حاضر. بسم الله. حضر لك الخير يا عسل. حضر لك الخير. بص يا حبيبي دلوقتي عايزين يا اولاد نجاوب التيبل ده. فهمت. يا رب. أنا بحبك يا عمر على فكرة. وأنا كمان. تمام يا حسن. ربنا يعزك يا جميل. بص يا حبيبي. يلا كده يا عمر تعالى نشتغل. بيقول لي ديجونال. 8.1. واحدة واحدة. أنا بيقول لي ديجونال أوف رومبس يا أولاد الناس تركز معايا. بيقول لي ديجونال أوف رومبس اللي هو العمود الأولاني ده. بعد كده العمود اللي في النص نمبر 2 قال لي ذا أذر ديجونال. ما إحنا عندنا 2 ديجونال وإيه مختلفين عن بعض. تمام. بعد كده بيقول لي الاريا في كل مره هيديني 2 ويخبي عني الثالثه. ممكن يديني 2 دياجونالز ويحسب ويقول لي اطلب الاريا، او ممكن يديني الاريا و1 دياجونال ويقول لي هات الدياجونال اللي ناقص. تمام. تعالى 1 over 2 times 3 times 5.4. تعال بس نرقمهم كده. هنرقم دي نمبر 1 عشان احنا بنجاوب. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5. ماشي يا ولاد. يبقى نمبر 1 ايه الجيفن فيها؟ الجيفن فيها ان دي 1 ب 3 سنتيمتر ودي 2 5.4 سنتيمتر. يلا يا حبيبي احسب الاريا. الاريا ايكوال ايه؟ ايكوال 1 اوفر 2 باي دي 1 باي دي 2. دي 1 اللي هي كام؟ 3 by 5.4. عملنا قلت كده عملنا substitution. تمام. نطلع الكالكوليتور. ممكن اطلع الكالكوليتور. انا شغال كده. فين الكالكوليتور؟ تمام. عايزين نحسب كام؟ half 0.5 multiplied by 3 ايوه 0.5. انا غلطت عملت by 2 multiplied by 3. استنى 0.5 multiplied by 3 multiplied by 5.4 equal كام؟ قال لي 8.1. قال لي كام يا اولاد؟ انا جبتها صح 8.1. تمام. يبقى الاريا ايكوال 8.1. شكرا جزيلا يا مستر. لازم إيه يا بابا؟ ربنا على اللي انت عملته وكتبت التوبل. طيب يا حبيبي ايكوال 8.1 سكوير سنتيمتر. زميلكم علق معاك التعليق اللي انا قلته امبارح على الرسم. ماشي يا حبيبي شكرا. طيب
ازيك يا استاذ انس؟ لا انا ما ايوه حبيبي، جاوب كده، احنا عايزين نلحق صلاه الجمعه. ماشي يا راجل، جاوب جاوب جاوب. نمبر 2 انت لسه هتقول لي ايه؟ نمبر 2 بيقول لي فيها ايه بقى؟ ايه الجيفن فيها يعني؟ ده دي D1 1 معروف، D1 2.3 و D2 بيسألني D2 عنه صح؟ D2 و بيسألني عنه لأن هو مش قايله لي. و D2 اللي هي 4.6. لا يا بابا دي الاريا، مش اقرا كده اللي مكتوب يا حبيبي، اقرا المكتوب area صح؟ ده صح ولا لا؟ تعالى كده نكتب الكلام ده، هنقول له في نمبر 2 احنا عندنا دي 1 ايكوال كام؟ 2.3. دي 2 بنقول عليه unknown. unknown يعني ايه؟ يعني غير معروف. unknown يعني ايه يا بابا؟ غير معروف. تمام. بعد كده الاريا هي المطلوب. لا ده الاريا جيب ان 4.6. الاريا 4.6 سكوير سنتيمتر. نعمل ايه يا جميل؟ اكتب الفورمولا كده وتعالى نشتغل مع بعض. area equal half area equal half by d1 by d2 equal نعمل substitution، هشيل الـ a واحط الـ value بتاعتها، نحط بدلها 4.6 والـ d1 هنبدلها بـ اللي هي 2.3. دي 2 لسه معروف. تمام؟ بقى نحسب الـ الأوليين ونشوف. هنحسب دول صح؟ أيوه نحسب دول، بعدين ربنا هيفرجها يا مستر، تفائل بس. ماشي، تعالى كده هنقول له half multiplied by 2.3. ممكن اقول له 2.3 divided 2، 2.3 divided by 2 equal كام؟ قال لي 1.15 يا مشمش، 1.15. لا بتكلم على الاجابه النهائيه. ما شاء الله انس يا ولد، مكشوف عنه اللي حفه ووصل على طول الاجابه النهائيه. قول لي انس، هنحسب الديتو ازاي؟ هنحسب الديتو ازاي انس؟ بس مش عارفينها. مش انت كنت بتقولها دلوقتي وبتقول لك انا بكتب الاجابه النهائيه؟ انا عايز احسب الدي 2 احسبها ازاي؟ ايه انا استنحت ليه يا حبيبي؟ تعالى كده نعمل رحله الى الصف الثاني الابتدائي يا انس، رحله الى الصف الثاني الابتداء. ماشي يا انس؟ ماشي يا حبيبي. انت لما كنت اقول لك يا انس 6 equal 2 by unknown number، كنت بتجيب النمبر ده ازاي يا انس؟ نضرب 6 by 2. اضرب، انت ضربتني في قلبي، انت ضربتني في قلبي بكلامك ده. ايه 12؟ انا بقول لك 2 by كام equal 6؟ كم جاب لنا 6 3؟ جبناها ازاي بقى؟ ايه الاوبريشن اللي استخدمتها؟ عشان 2 كم جاب لنا 3؟ 2 كم جاب لنا 6 3؟ بص يا حبيبي، اعرف ان في حاجه اسمها الريفرس اوبريشن. في حاجه اسمها يا بابا الريفرس اوبريشن. حاجه اسمها ايه؟ الريفرس اوبريشن. يعني ايه الريفرس اوبريشن؟ يعني العمليه العكسيه. يعني يا بابا العمليه العكسيه؟ الريفرس اوبريشن. انا دلوقتي عايز اعمل عكس المالتيبليكيشن هو الديفيجن، فانت هتقول 6 ديفايدد 2، 6 ديفايدد 2 ايكوال 3، يبقى هنا مكتوب 3. تمام يا جميل؟ تمام. انا خلاص الرحله اللي احنا رحناها للصف الثاني الابتدائي خلصت، تعالى نرجع لسنه 5. بس انا عايزك تكون استفدت من الرحله. تمام، هات بقى دي 2. يبقى هنضرب، نضرب برضو، انا هعملهم ديفايد، انا هعمل ديفايد. تمام،
هنعمل ديفايد. يبقى انا هقول 4.6 يبقى دي 2 ايكوال 4.6 اللي هو الريزلت اللي طلعت الناحيه الثانيه ديفايدد باي الفاكتور اللي كان ملتبلايد في اللي انا عايزه. وبعدين على فكره ممكن نعمل رحله للصف الخامس الابتدائي من 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 ثلاث اسابيع كده. عارف ايه هي الرحله دي؟ اللي هي سولفنج ايكويشن يا بابا. اللي هي بابا؟ سولفنج ايكويشن. مش انا قلت واحنا بنحل في الايكويشن لما يبقى الفاريبل اللي انا عايزه او المجهول اللي انا عايزه ملتبلايد باي نمبر. ما انا قلت في 3 كيسز صح؟ مش قلنا في 3 كيسز؟ احنا قلنا ان الاكس تبقى ملتبلايد باي نمبر. هو اكس دي قران؟ ما هي ممكن تبقى حاجه ثانيه. اكس ملتبلايد باي نمبر، نمبر باي اكس، او النمبر بلس اور ماينس اكس. تمام؟ دي في كيس ودي كيس. الكيس الثالثه ان يبقى اكس ملتبلايد باي نمبر، نمبر باي اكس، وبعد كده بلس او ماينس نمبر. كان دول الثري كيسز بتوعنا صح؟ صح يا جميل؟ طيب انا عشان اخلص من نمبر الملتبلايد بعمل ايه؟ بعمل علامه الديفايد، بعمل علامه الديفايد في الجهتين الاثنين. يعني ممكن اعمل كده اقول 1. ديفايد باي 1.15 في الجهتين الاثنين. طب انت عملت كده ليه يا مستر؟ عشان ال 1.15 يكنسل ال 1.15، يتفضل لي الدي 2 بس اللي انا عايزها. تمام؟ وده برضو نفس اللي انا بقوله لحاجه اللي اسمها ايه؟ الريفرس اوبريشن. ده يا بابا؟ ريفرس اوبريشن. ده اسمه يا بابا؟ اسمه ايه؟ الريفرس اوبريشن. انا لقيت ان الحاجه اللي انا عايزها ملتبلايد، فانا رحت عملت عكس الملتبلكيشن اللي هو الديفيجن. يلا نحسب ده بالكالكوليتر. هقول له 4.6 ديفايدد باي 1.15. four point six divided by 1.15 equal مش equal 4. يبقى دي 4 سنتيمتر. صعبة دي يا حبيبي؟ ها؟ لا. تعالوا كده نشوف اللي وراها. عايز اقول لكم على حاجه يا اولاد. تعالوا نعمل الترانجل حل اخر. تعالوا نعمل الترانجل نظر وجه. تعالوا نعمل الترانجل السحر اللي انا قلته لكم. قلت لكم لما تلاقي حاجه ايه في المايك بتاعك يا نوبس. انا قلت لكم لما بتلاقي حاجات ملتبلايد ممكن تحط البرودكت بتاعهم. ربنا هيقول هنا الاريا. الاريا هي ايه؟ هي هاف دي 1 باي دي 2 صح؟ اللي انت عايزه خبي عليه. على فكره ممكن اخليها هاف باي دي 1 باي دي 2. اللي انت عايزه خبي عليه حبيبي. خبي على مين يا جميل؟ انا يا مستر ده في السؤال كان مديني دي 1 ومخبي عليا دي 2 واداني الاريا. يعني هو عايز نحسب دي 2. خبي عليه. خبي على دي 2. انا لو انتهى اعتبرها مش موجود. دي 2 ايكوال ايه يا بابا؟ ايه اللي فاضل لك؟ ايه اللي بقى عندك؟ اللي بقى عندي فوق يا مستر الاي وتحتيها يعني ديفايدد باي هاف دي 1. لو انت عملت سبستيتيوشن في العلاقه دي هتجيب الريزلت على طول. هتقول دي 2 ايكوال ايه اللي هي كام في السؤال؟ يبقى دي انذر واي. تمام؟ A equal كام؟ عندنا الاريا بكام يا حبايبي؟ 4.6. يبقى انا هشيل الـ A واحط مكانها 4.6. divided by half multiplied by D1 اللي هو كام؟ اللي هو 2.3. لو رحت عملت الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع نفس الكلام، ما هي نفس الحسبة، ما هو half multiplied by 2.3 اللي هي 1.15. اوريها لكم يا جماعه الكالكوليتر. 4.6 ديفايدد باي ايه بقى؟ اللي جاي ده هحطه في براكت عشان افهم الاله ان كل اللي جاي ده حاجه واحده. هاف ملتبلايد باي 2.3. وقفلت الكالكوليتر. ايكوال كام يا كالكوليتر؟ قالت لي 4 صح ولا لا؟ طلعنا نفس الانسر ولا ما طلعناهاش؟
اللي شاف يا ولادي ان طريقه الحل الثانيه اسهل من الاولانيه يعمل ريس هاند. اللي شاف ان طريقه الحل الثانيه اسهل من الاولانيه يعمل ريس هاند. ماشي. طيب هو انت يعني حل باي واحده تعجبك، انا بقول لك طرق كتير وانت بتختار طريقه تعجبك. وانت بتختار ايه يا حبايبي؟ بتختار طريقه تعجبك. الشات بتاع الفصل ده بيفكرني بدار الندوة بتاع مشركين قريش اللي كانوا بيجتمعوا فيه عشان يقتلوا النبي. ها؟ واخدين بالكم؟ مستر مستر انا انا ليه بقول لكم، انا ليه بقول لكم كده؟ عشان الشتائم وقله الادب اللي حصلت امبارح. والله العظيم انا اتضايقت جدا لما استاذ عادل حكى لي. انتوا عارفين يا يعني ايه تبقى حصه المدرس؟ استنى بس. انتوا عارفين يا مستر يعني، انتوا عارفين يا مين يعني ايه تبقى حصتي انا كمدرس؟ ولا الوكيل بيقول لي يا مستر ده كان في طلبه بيشتموا بعض في حصتك، معناها بيقول لي يا مستر احمد الطلبه مش محترمين حصتك. انتوا شايفين الرساله معناها ايه؟ هو مستر عادل ما يقصدش يقول لي كده، بس انا بقول لكم الاحساس اللي انا هحسه. الاحساس اللي انا هحسه. تمام؟ انت كده واخوك لما تقوموا تضربوا بعض وباباكوا قاعد قاعدين بتتفرجوا على ماتش كده وكلكم قاعدين في الانتريو وانت تقوموا تضربوا بعض، اول كلمه ابوك هقولها لكم ايه؟ هقول لكم انتوا مش عاملين لي اعتبار، هو انا مش مالي عينيكم؟ ما ده معنى الكلام صح ولا لا؟ ما هو انتوا معنى كده ان انتوا بتقولوا لك انت مش موجود، انت مالكش لازمه. قولي يا اسر، عايز تقول حاجه حبيبي؟ لا ماشي. انت شايف ان هم يستحقوا هذا الوصف يا اسر ولا لا؟ فتحت لك الماتش يا مستر، دي حاجة مش كويس، مش كويسة طبعا، عشان انت بتشرح وبتاع حضرتك بتعب نفسك وهم عمالين يتكلموا عشان يشتموا بعض او بيتكلموا مثلا. بالظبط يا حبيبي، تسلمك انت. يلا نكمل. يوسف تامر، قول يا حبيبي. تعالى يا يوسف كده نشوف رقم 3. خد بالك ان هو بيقول لي الاريا عايزها بالسكوير مليمتر، ده هو رسم هنا بيقول لي الاريا بالسكوير مليمتر. تمام تمام. ده السكوير مليمتر ده بينتج ازاي؟ عن طريق ان انا عملت ملتيبليكيشن باي مليمتر باي مليمتر فطلع لي سكوير مليمتر. يبقى انا ما ينفعش اسيب السنتيمتر ده في حاله كده، لازم اعمل له ايه؟ لازم اعمل له مليمتر، نحوله مليمتر عشان يبقى كله بالمليمتر تقوم تطلع الاريا بسكوير مليمتر. تمام. تعالى كده نكتب اللي موجود عندنا 24 و 3، بس 24 بالمليمتر دي نمبر 3. مليمتر ده دي 1 و 3 سنتيمتر ده دي 2. ثانية واحدة، دي 2 يا رب. الاريا بقى السؤال، الاريا كام؟ الاريا مل سكوير مليمتر. يبقى الأول لازم نحوله ال دي 2 نحولها لمليمتر. نحولها لمليمتر. هو السنتيمتر فيه كام مليمتر يا يوسف؟ 10 10 سنتيمتر فيه 10 مليمتر. تمام، يبقى هنقول له 3. طب باي 10 ولا ديفايد 10؟ باي 10. قلنا فروم لارجر تو سمولر بنعمل بار. تمام، اللي هي 30 مليمتر. يلا نحسب الاريا يا حبيبي. الاريا ايكوال ايه؟ هاف باي دي 1 باي دي 2. هاف بكام؟ هاف باي دي 1 بكام؟ 30. دي 1 بكام؟ دي 1 ب 24. دي 2 بكام؟ ب 30.
دي تو كسرت. يلا نكنسل divided 2 equal 1 او نعمل simplify يعني 24 تبقى 12. دي مش محتاجه كالكوليتر ليه؟ برينج اوت 0 ايوه و 3 باي 12 ايكوال 36. تمام يبقى دي 36 سكوير مليمتر. تمام حبيبي تمام ماشي جميل شكرا. قول يا عبد الله يا كريم. عبد الله اه بس تعالى كده نجيب نمبر 4. تعالى نجيب نمبر 4 بيقول لي 7 سنتيمتر بعد كده ديسيمتر بعد كده سكوير ديسيمتر. يعني سكوير ديسيمتر يعني عايزك تشتغل دي 1 ودي 2 تخليهم هما الاثنين ديسيمتر. تمام سنتيمتر دي اول حاجه نخلي السنتيمتر دي نخلي كل الديسيمتر دول سنتيمتر. دي نمبر 4. تمام ده دي 1 هنخلي الديسيمتر كلهم سنتيمتر وده الاريا. لا هنخلي السنتيمتر يبقى ديسيمتر. ليه؟ لان الاريا طالع عندي بايه؟ سكوير ديسيمتر. ده ديسيمتر ابن حلال ربنا يبارك فيه مش هنيجي ناحيته. اه ده هو ده المطلوب اصلا. تمام تعالى لده ده بالايه؟ بالسنتيمتر. تمام هعمل فيه ايه؟ هنغيره ونخليه فروم لارجر تو سمولر وي مالتبلاي والعكس بالعكس والعكس بالعكس والعكس بالعكس فروم سمولر تو لارجر بنعمل ديفايد. تمام يبقى هنقول 27 اوفر 10. فهمت ليه عملت اوفر 10؟ تمام يبقى تعالى بقى نكتب الفورمولا. بقيت الاجزاء بقى سهله. ممكن تحل بالترانجل ده. تمام بس انا عايز احل بالثانيه اللي هي الاولى بصراحه عشان مش عايز الترانجل. مش عايز تحل بدي بس عشان وقتنا.